إذن مشاهدي قناة شوف تي في، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا البث المباشر من مدينة قلعة سراغنا. إذن مشاهدينا كما كتشوفوا معنا في هذا البث المباشر، هنا أحد الأطفال اللي كيشعلوا العافية في العجلات، وهذا الشيء كيشكل خطورة على الساكنة. كما كنعرفوا فان هاد يعني النوع ديال الدخان ديال اللي كي في اتجاه الساكنه ديال المدينه، وكاين الناس اللي عندهم امراض ديال التنفس، كاين الناس فتنتمناو يعني تنتمناو من هاد الاطفال هادو الاولياء ديالهم الاباء ديالهم باش يوعيوهم بخطوره هاد الامور هادي اللي كتضر بناس مسنين، كتضرب ناس كبار، كتضرب ناس يعني اللي عندهم امراض مزمنه. وكما كنشوفوا هنا قريب من الساكنه تيجي يعني وتيشعلوا العافيه في العجلات، وكما كنشوفوا فالرجال الرقايه المدنيه الله يحسن العون، تكون عنده خدمه هناك، تكون عنده خدمه هناك، تكون عنده خدمه هنا. وكما كنشوفوا في قلعه سراغنا في هذه السيمانه هذه ربما كنشوفوا ثلاثه ديال 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 العوافي شعر. اذا مشاهدينا كما كتشوفوا معنا فهذه رساله للساكنه، رساله للاولياء واباء هاد الاطفال. تحية كبيرة لرجال الوقاية المدنية. إذن كما كتشوفوا معنا متتبعينا في هذه المنطقة قريبة من الحي الصناعي، قريبة كذلك من الساكنة، حيث يوجد هناك أحياء سكنية. تحية كبيرة لرجال الوقاية المدنية. كتشوفوا معنا متتبعينا في هاد الأثناء يعني رجال الوقاية المدنية تحاولوا إخماد هاد الحريق. كتشوفوا معنا اللي عدة عجلات، وهذا الشيء تشكل خطر على الساكنة والأحياء المجاورة لهذه المنطقة هذه. كما كنعرفوا فكاينين كما قلت ناس عندهم أمراض ديال أمراض تنفسية، واللي بالنسبة لهذا الدخان تيأثر عليهم. رسالتنا للآباء وأولياء هذه الأطفال باش ينبهوهم يعني يوعيوهم بخطورة هاد الوضع. ما كتشوفوا معنا مشاهدينا فهنا أمطار قليلة على بعض الأحياء السكنية بالمدينة. إذن مشاهدي قناة شوف تي في، للتذكير فكما سبق لي وقلت فهنا كنشوفوا أن واحد العدد كبير ديال العجلات اللي تم إضرام النار فيهم طرف أطفال.
وهاد العجلات المادة من مصنوعين، بالنسبة للدخان ديالها كيشكل خطورة على كما قلت الناس اللي عندهم أمراض. تنفسيه كما كنعرفوا فهاد العجلات عندها واحد حتى الريحه ديالها كريهه، وهي كتصب اتجاه بعض الاحياء من المدينه. معنا متتبعينا فواحد العدد كبير ديال العجلات، على ما اظن ربما يكونوا اطفال، ربما يكونوا ناس اللي كيقلبوا على الاسلاك تيحرقوهم باش يبقى لهم دوك الاسلاك باش يبيعوهم. وهذه رساله لهاد الناس حتى هما باش يتجنبوا هاد الحوايج، حيت واحد المبلغ كتقلب عليه واحد المبلغ بسيط اللي كيؤدي او كيضر بصحه المواطن، فطلبوا مزيد من التوعيه. إذن مشاهدينا كما تابعتوا معنا في هذا المباشر من قلعة أسرغنا، شكرا موصول لرجال الوقاية المدنية اللي كما كتشوفوا معنا تقوموا بإخماد هذا النيران اللي شعلت في واحد العدد كبير ديال العجلات هنا بهذه المنطقة واللي قريبة من الأحياء السكنية بالمدينة. فتحية لرجال الوقاية المدنية من جديد، ورسالتنا الأخيرة كما قلت الأولياء وأباء هاد الأطفال، أو كذلك رسالتنا لهاد الناس اللي كيبغيو يجمعوا هاد الأسلاك، كذلك ربما يكونوا هما اللي كيشعلوا هاد العافية باش يبقاو لهم هاد الأسلاك. يعني كما كتشوفوا فما فكروش الناس، كاين ناس أمراض، كاين ناس بزاف د الحوايج، وهاد كما تنشوفوا فهاد هاد النيران اللي كتخلف واحد الضرر كبير على الساكنه المجاوره لهذه المنطقه. اذا مشاهدينا ما بقى لي الا نودعكم، نلتقي في مباشر اخر ان شاء الله. تحيه للجميع.